لو الحكاية فيها إن فيديو. حضرتك اسمي نجوى فؤاد أحمد علي وشغالة في شركة هاني ويل بقالي 34 سنة من أيام كسيمة. وحضرتك احنا في حد خدها بعد صاحبها الأساسي، ومن واحد لواحد هما بيقولوا شركة مساهمة. آخر حد فيها كان اسمه بيقولوا سعودي، ومعاه واحد رئيس مجلس إدارة هو اسمه أحمد منصور الدبع. وحضرتك من يوم ما دخل المصنع وهو عايز ورقة واحدة بس نمضي عليها كلنا اسمها، هو بيقول مهام وظيفية، لكن احنا لما سألنا برا وسألنا المحامي وسألنا كله قال ان الورقة دي عايز يحول الشركة فيها من شركة. معلش اصل انا بقالي 3 ايام مكنتش بقى. قال عايز يحول الشركة اللي اسمها هاني ويل لشركة اوروبية ويشتريها هو، فلازم الورقة دي يمضي عليها جميع العمال. عمل بشتى الطرق ان هو يمضينا مرضناش، كل شهر ينزل لنا القبض ويعمل مشكلة ويقول امضوا على ورقة القبض زي وصل كده. كلنا نيجي نمضي على الورقة على الايصال نلاقيه هو مش بتاع قبض، نلاقيه هو مكتوب فيه الاوروبية، نخاف ونجري. اخرها كان يوم 4/9 حضرتك، طلعنا فوق وعشان نقبض قالوا مفيش قبض، لو عايزين تقبضوا امضوا على الورقة دي، مرضناش حضرتك. وبعدين خرجنا بره، خرجنا بره عشان نركب العربيات، منعنا من ركوب العربيات. انا جوزي عنده جلطة مرتين، هو قاعد في البيت، انا الام والاب في البيت وبصرف على البيت، وعندي ام ولد عمره 20 سنة وبنت عندها 16 سنة. العلاج بتاع جوزي بياخد 3 ارباع المرتب حضرتك. طلعت له على فوق اجري، قلت له لو سمحت طب بلاش تقبضني عشان انا ممكن استلف قبض وعمري ما همضي على الورقه دي، طب اديني عربيه اروح بيها عشان ميعاد القبض بتاع العلاج بتاع جوزي انا اللي بعمله، ولا مؤاخذه في حاجه تانيه ما ينفعش بنتي جوزي يتاخر عليها وهي تعمله، روحني. قال لي لا امشي من هنا. اللي قال كده كان اسمه محامي، اسمه حسين محمود. فقال لي اطلعي بره، قلت له مانيش طالع بره، اعمل معروف يا تديلي قبضي من غير الورقه يا تطلع لي عربيه. جوزي مشلول وقعد قلت على وشي واكلمه، قال لي امشي يا مرعي، قال لي كلام مش كويس.